(القاف والحاء) مرحباً أعزائي الصغار، درسنا اليوم حرفي القاف والحاء. اليوم كغيره من أيام الأسبوع، فاليوم يوم نظافة البيئة ووقاية الأجسام. في صباح يوم جديد كانت فيه الشمس مشرقة والسماء صافية والطقس جميل، بينما توزع الأطفال في ساحة المدرسة وهم بصدد حملة نظافة لمدرستهم. أقبلت عليهم الممرضة في زيارة، وقفت في الرواق وهي تحمل سجلاً طبيًا، فرأت طارقًا يلم القمامة مع صديقته، التفتت إلى ساحة العلم فرأت فردوس تسقي القرنفل، وعلامات السعادة تغمر سمات وجهها الصغير، ابتسمت وقالت: هذه مدرسة تروق الزائر. وبعد انقضاء حملة النظافة، التحق الأطفال بالقسم حينها فتحت الممرضه حقيبتها وامسكت الحقنه وقالت مبتسمه اليوم موعد التلقيح فجاه ارتبك الجميع وعم الخوف وجوههم خوفا من الابره ما عدا فردوس التي بادرت ومدت يدها فتبعها كل اصحابها ففرحت الممرضه وقالت احسنتم التلقيح يحميكم وعند حلول المساء اجتمعت فردوس بصديقها فراس داخل منزلهم واخذت تسرد على مسمع منه ما قد قامت به صحبه رفاقها في المدرسه وعن يومهم المليء بالنشاطات وامسكت لوحتها الرقميه وحركت اناملها على شاشتها في سرور وقالت له هذه باقه جميله من الصور هذا موعد التلقيح في قسمنا وهذه حملة النظافة في مدرستنا، وهذه أنا في الحديقة أسقي القرنفل، أتحب القرنفل؟ يمكن أن نجد حرفي القاف والحاء في ثلاثة مواضع: أولاً في أول الكلمة كأن نقول: قارورة، قوس قزح، قرنفل، قنديل، قنفذ، قارورة، قوس قزح، قرنفل قنديل قنفذ حلزون حصان حقنة حلزون حصان حقنة ثانيا في وسط الكلمة كأن نقول معزقة نقالة مقص معزقة نقالة مقص محرار بحر صحراء محرار بحر صحراء ثالثا في اخر الكلمه كان نقول بطريق برقوق طريق بطريق برقوق طريق قمح يسبح فرح قمح يسبح فرح